نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. بعد إحكام الطوق على المجموعات المسلحة المتمركزة في حي القابون بدمشق، بدأت عملية عسكرية واسعة على عدة محاور. تمكن الجيش خلالها من التقدم سريعا والسيطرة على عدة كتل سكنية، منها مبنى البلدية ومدرسة الرفاعي. نحن الآن في القابون، وتلك الأبنية هناك كانت مركزا لتواجد المجموعات المسلحة. تمكن الجيش من تحريرها وتطهيرها من تواجدهم خلال الساعات الماضية. هاي مبنى البلدية اللي المسلحين بيقولوا انه معهم، هاي مبنى البلدية اللي احنا فيها هلا واقفين، ومتقدمين كمان لبعد مبنى البلدية وللمدارس ولكلهم. دخلنا مرصدا للجيش والدفاع الوطني في المنطقة، منه يتم رصد تحركات المسلحين ومكالماتهم، وغرفة لعمليات الجيش ميدانيا. وأثناء وجودنا في المكان تم التقاط العديد من الاتصالات لمسلحين عبر أجهزة اللاسلكي. كان أحدهم يحاول رفع معنويات المسلحين، وهو من جنسية غير سورية حسب المصادر العسكرية. إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. الله محيي أصلك من أب خالد برزة. أخذت القيادة عندنا القرار أنه نحرر القابون ونحرر الأهالي الموجودين بالقابون من العصابات المسلحة والمسلحين المنتشرين بكثافة في منطقة القابون البلد. وأحد التشكيلات المشاركة بالعملية هي الدفاع الوطني. ومبارح الحمد لله كان تقدمنا منيح على الأرض، أخذنا مواقع مهمة من المسلحين. اشتباكات هي الأعنف وانتشار كثيف لقناصين. تقديرات عسكرية أولية أطلعتنا عن وجود ما لا يقل عن 1500 مسلح يتمركزون في القابون. القابون تعتبر ساقطة عسكريا لسببين، أولهما فصل جوبر عنها والتي سيطر الجيش على مساحات واسعة منها، والثانيهما قطع طرق الإمداد من طرف برزة وفصلها عنها، إضافة لمحاصرتها من ناحية أوتوستراد دمشق الدولي. من القابون، دارين فضل، العالم. أعلنت جماعة طالبان الباكستانية أنها أقامت معسكرات في سوريا ودفعت بمئات المسلحين للقتال إلى جانب الجماعات المسلحة. وفي الأردن أعلن عن تدفق مئات المسلحين للقتال في سوريا بعد أن تسللوا إليها عبر تركيا. تدفق المسلحين من التنظيمات التكفيرية إلى سوريا للقتال ضد السوريين وجيشهم بات حقيقة لا يختلف عليها اثنان، ويوما بعد يوم تتكشف حقيقة الأهداف التي يسعى إليها هؤلاء المسلحون من أجل تحقيق مآربهم الخاصة التي تتناغم وبشكل كبير مع مصالح وأهداف الدول التي سهلت تسريبهم إلى سوريا. وتأكيدا لهذه المعلومات والحقائق، أكد زعيم الحركة السلفية الجهادية في الأردن محمد الشلبي أن عشرات الأردنيين المتشددين عبروا إلى سوريا على مدار الشهر الماضي من تركيا، ليرتفع العدد الكلي للأردنيين الذين يقاتلون إلى جانب المجموعات المسلحة إلى أكثر من 700 فرد. الأمر نفسه أكده نور الدين الحلبي، وهو قائد بما يسمى بالنصرة قرب حلب، الذي قال بأن نحو 1200 مقاتل أجنبي عبروا إلى سوريا عبر تركيا على مدار الأسابيع الماضية ويقاتلون حاليا في حمص ودرعا وريف دمشق. والجديد في هذا الأمر ما أكدته مصادر في جماعة طالبان باكستان عن أن كبار قادة طالبان الذين ينحدرون من أصل أجنبي بمن فيهم العرب بدأوا عمليا بتحويل أنظارهم إلى سوريا التي يرون أن حاجة المجموعة المسلحة إليهم هناك باتت كبيرة. المعلومات هذه تتلاقى وما كشفته مصادر تونسية عن قيام دول مثل قطر والسعودية بتمويل شبكة داخل الأراضي التونسية لاستقطاب شباب تونسيين وإدماجهم بما يسمى حركات جهادية وتدريبهم وإرسالهم إلى بلدان أخرى.
هذا بالإضافة إلى الوافدين الأجانب من دول غربية وآسيوية بعيدة تماما عن سوريا، والدور الذي تلعبه بعض الدول في التغطيات المادية من نقل وانتقال إلى سوريا، وذلك لتعزيز قدرات المسلحين أمام الجيش السوري بعد الإنجازات الميدانية التي حققها ضد المجموعات المسلحة وخصوصا في القصير. وبرأي متابعين للشأن السوري، فأن تحول طالبان وغيرها من المنظمات المسلحة للعمل في سوريا يذكر بما شهدته أفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي، ويتخوف هؤلاء من تحول سوريا إلى مركز للابتزاز وعرض أوراق القوة من قبل اللاعبين الدوليين والإقليميين معززة بأفواج المسلحين الأجانب. أعلن الجيش السوري سيطرته على منطقة المناشر في جوبر بريف دمشق، وعثوره على مواد سامة وعينات من المواد الكيماوية وكميات من مادة الكلور ضمن عبوات بعضها أجنبي. وفي حمص يواصل الجيش السوري تقدمه بعد تضييق الخناق على المسلحين في أحياء حمص القديمة. أكثر من 60% من حي جوبر تحت سيطرة القوات السورية. فقد أعلن الجيش السوري سيطرته على منطقة المناشير في جوبر بريف العاصمة دمشق، وعثر على مواد سامة وعينات من المواد الكيميائية إضافة إلى كميات من مادة الكلور ضمن عبوات بعضها أجنبي المصدر وأخرى سعودية الصنع. المعلومات الموجودة مثل ما مصورين عبارة عن مواد كلوية أثناء خلطة بالمواد الموجودة بالبيونات تطلع أبخرة قاتلة وسامة في المكان، وموجود بالعبوات اللي عم يستخدموها بأملاءها. بعد الاشتباكات الطاحنة التي دارت بين القوات السورية والجماعات المسلحة، سيطر الجيش السوري على منطقة المناشير والتي تعتبر من أخطر المناطق الاستراتيجية في جوبر، ليصبح بإمكان الجيش وفقا للمصادر العسكرية السيطرة على كامل هذه المنطقة. وفي الوقت الذي تقترب فيه معركة حمص من نهاية مراحلها الأخيرة بعد تضييق الخناق على المسلحين في حي الخالدية، عثرت القوات السورية على مشافي ميدانية وسماد لصناعة العبوات الناسفة ومنصات لإطلاق الصواريخ في القريتين بريف حمص. واستنادا لمعلومات أمنية دقيقة، استهدفت القوات السورية قافلة مكونة من شاحنتين مليئتين بالأسلحة المتوسطة والصواريخ الحرارية إضافة إلى مدرعة BMB بالقرب من البحوث الزراعية على أطراف قرية منغ بريف حلب الشمالي. الصور الواردة من مدينة إدلب تظهر استهداف القوات السورية مقرات عسكرية تابعة للمسلحين في المزارع التي تشرف على طريق أريحة اللاذقية الدولي. مازن سلمو، العالم، دمشق. اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن سوريا استطاعت أن تمتص الصدمة الأولى وأن جيشها يلاحق المتآمرين عليها. وخلال احتفال للحزب السوري القومي الاجتماعي في بيروت، أكد رعد أن دمشق فرضت معادلة جديدة، وقال إن الكيان الإسرائيلي كفأ عن المواجهة المباشرة بعد هزيمة تموز، وبدأ يحاول ضرب المقاومة في ظهرها مستعينا بحلفاء أمريكا. ودان رعد الحملة العدوانية والتحريضية ضد الجيش اللبناني، معتبرا دعم التكفيريين تهديدا للاستقرار وأمن المواطنين. أعلن الجيش اللبناني أنه أوقف سيارة محملة بالأسلحة على أحد الحواجز العسكرية في مدينة عرسال قرب الحدود السورية. وأوضح الجيش في بيان أن السيارة كانت محملة بأسلحة حربية خفيفة وقنابل يدوية ومجموعة من الصواعق التي تستخدم للتفجير عن بعد. كما أوقف الجيش عددا من الأشخاص على صلة بالموضوع. في هذه الأثناء ذكرت أنباء أن الجيش اللبناني اعتقل 5 أشخاص على طريق مقنب علبك، وهم سوريان وفلسطينيان ولبناني، وأنهم من عناصر جبهة النصرة التي تقاتل في سوريا. بداية نشرتنا من أخبار الميدان وبطولات جيشنا الباسل في حي جوبر في ريف دمشق، حيث يواصل بواسلنا التقدم في الحي الذي عثروا داخل أحد أوكار الإرهابيين فيه على مستودع لتصنيع وتخزين مواد كيماوية سامة وعشرات قذائف الهاون المفرغة لوضع تلك المواد بداخلها. مراسلنا الحربي أوس حسن رافق بواسل جيشنا وأعد لنا التقرير التالي. في
وفي كل مطلع شمس يضيف مواسلون إنجازا جديدا في حربهم على الإرهاب تنفيذا للمهمة الوطنية الملقاة على عاتقهم. حي جوبر بريف دمشق اتخذه الإرهابيون قاعدة لانطلاق أعمالهم الإجرامية ووكرا لتصنيع أخطر أدوات قتلهم وهو السلاح الكيميائي. ففي منطقة المناشير وخلال تمشيطها من قبل بواسلنا عثر في أحد أوكار الإرهابيين داخل أحد الأبنية على معمل لتصنيع وتخزين المواد الكيماوية السامة وكميات من المواد الكيماوية مرسلة من أشقاء مفترضين في السعودية كهدايا لقتل الشعب السوري في شهر الخير رمضان المبارك. كما عثر داخل الوكر على كميات من مادة الكلور موضوعة ضمن عبوات بعضها أجنبي المصدر، إضافة إلى أسلحة حربية وقذائف هاون مفرغة لوضع المواد الكيماوية بداخلها. أثناء متابعة قوات المسلحة الباسلة للمجموعات الإرهابية في المناشر بجوبر تم العثور على مصنع المواد الكيماوية السامة. طبعا الموجود بالمصنع هو عبارة عن قذائف هاون مفرغة جاهزة املاءها بمواد كيماويه، ابواب كيماويه جاهزه مع فتيل الساعد الموجود لها، في بعض النابالم، مواد كيماويه سامه مخرشه للانف، اجهزه الضغط لضغط هالمواد ضمن ابواب عباره عن صودا كاوي قشور تستخدم في صناعه المواد بخلطه مع موجوده بدونات صنع المملكه العربيه السعوديه، بعض مستودع ذخيره مفرغ صناديق الذخيره. احنا نتابع تنفيذ الاعمال القتاليه ضمن خطه مدروسه وموضوعه على كافه المحاور ومتابعه ملاحقه المجموعات، وبوعد ان شاء الله بالقريب العاجل سنعلن جوبر مدينه امنه. وخلال تواجدنا في المكان اشتبك بواسلنا مع مجموعات ارهابيه مسلحه والحقوا في صفوفها اصابات مباشره. ابطال الجيش العربي السوري يرتدون على مكامن اطلاق النار. كما رصدنا حجم الإرهاب الممارس على منازل وممتلكات المواطنين من قبل العصابات الإرهابية، وهذه الممرات المحفورة بين المنازل تحكي قصة واقع المنطقة المعاش في ظل وجود أصحاب الفكر التكفيري. الاشتباكات اللي عم تصير هي المجموعات الإرهابية تعتمد على القنص وعلى الأنفع، وهم ليسوا برجال ليقفوا أمام رجال الجيش العربي السوري، فهؤلاء عبارة عن فئران أنابيب خفافيش ظلام، نهايتهم إما للهاوي أو إما للبلدان التي أتوا منها. والجيش العربي السوري في همة عالية، وإن شاء الله في الأيام القادمة سوف نتمكن من السيطرة بشكل كامل على منطقة جوبر. بالراح بالدم نرضيك سوريا، بالراح بالدم نرضيك سوريا. أخبار التلفزيون العربي السوري، أوس حسن، جوبر. استخدام الإرهابيين للسلاح الكيميائي في قتل السوريين حقيقة باتت يدركها القاسي والداني في العالم، وآخرها ما ضبط اليوم في جوبر. والدول صاحبة الخطوط الحمر تميع الطلب السوري بالتحقيق في حادثة استخدام الإرهابيين للسلاح الكيميائي في خان العسل بالرغم من كل الأدلة الموثقة. عندما يختل منطق العقل وتتورم الأفكار في ضلال مبين، يغدو سلاح الإجرام عند هؤلاء مجردا من كل مفاهيم الطبيعة والإنسانية، ويصبح مشهد الإجرام فيه تندى لفعله البشرية. مواد كيماوية استحضرها إرهابيون شحذوا عقولهم وسخروا ضمائرهم لصناعة شكل جديد من أشكال قتل السوريين، وهو السلاح الكيماوي، وهذا آخر ما تبت أيديهم بصنعه. وفي الجعبة بل في الذاكرة الكثير الكثير.
وقائع ومعلومات وأدلة بالصوت والصورة عرضناها ونعرضها على الرأي العام، وتحقيقات مثبتة أجرتها روسيا الدولة العظمى، وكلها في عهدة الأمم المتحدة تثبت تصنيع العصابات الإرهابية للسلاح الكيماوي واستخدامه ضد السوريين. الحكومة السورية هي من طلبت التحقيق، وهذا مهم جدا. أشرنا إلى أن لدينا معلومات عن هوية من صنع الصواريخ الكيماوية في شباط الماضي. روسيا سبق وسلمت تحليلات للأمم المتحدة تدل على استخدام المعارضة السورية للسلاح الكيماوي. تحقيق طالبت به الحكومة السورية، ولكن ما الذي فعلته الأمم المتحدة والدول صاحبة الخطوط الحمر؟ ميعت الطلب وحاولت التعامل معه كفرصة لاستنساخ التجربة العراقية للانقضاض على سوريا من هذا الباب. وبالرغم من ذلك وجهت سوريا دعوة إلى رئيس لجنة تحقيق المنظمة الدولية بشأن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، وأنجلا كاين ممثلة الأمم المتحدة لشؤون نسل الأسلحة لزيارة دمشق، لتظهر بذلك أكاذيبهم وفسق الأضاليل التي لا يمتلكون غيرها. فما من مرحلة تاريخية لهذه الأحداث إلا ونحن أمام عهر عربي وغربي يدون مخازي وأحداثا يخجل المرء منها وينهض فيها كالشياطين رجال فتاوى وسياسيون ليمرروا هذا الخطر الكيماوي. وفي ريف تدمر بمحافظة حمص عثرت الجهة المختصة أثناء تمشيطها المناطق الواقعة شرق تدمر على معمل لتصنيع العبوات الناسفة ومعدات مسروقة وسيارات. في إطار مهامها الوطنية ومواصلتها في تنظيف الأرض السورية من رشد الإرهاب والإرهابيين، عثرت قواتنا المسلحة والجهات المختصة على معمل لتصنيع العبوات الناسفة أثناء قيامها بجولة تمشيط للمناطق الواقعة جنوب شرق تدمر في كل من أبيار السكري والبديع والمياه الساخنة. وقد عثر في داخل المعمل على أدوات لتصنيع العبوات ومئات من العبوات الناسفة مختلفة الأوزان والأحجام، منها ما هو مجهز للتفجير ومنها قيد التصنيع. كما وتضمن المعمل قطعا مسروقة من أنابيب النفط المعتدى عليها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، بالإضافة إلى معدات هندسية وسيارات مسروقة حكومية وخاصة، بالإضافة إلى آليات ثقيلة مسروقة من الشركة العامة للرخام لاستخدامها لاحقا من قبل هذه المجموعات في الاعتداء على المواطنين والمنشآت الخاصة والعامة في المنطقة. هذا وتواصل قواتنا الباسلة مهامها في إعادة الأمن والأمان إلى ربوع تدمر حتى تطهير هذه المدينة العريقة وكامل الأراضي السورية. قرية الزارة بريف تل كلخ استهدفت مجموعة إرهابية مسلحة خزانات الوقود التابعة لشركة الغاز بقذائف الهاون، ما أدى لاندلاع النيران في أحد الخزانات، وتمكنت وحدات الدفاع الوطني بالتعاون مع وحدات جيشنا الباسل من إخماد الحريق الذي أسفر عن أضرار مادية كبيرة. مجموعات إرهابية مسلحة تابعة لجبهة النصرة والقاعدة قامت مساء أمس باستهداف خزانات الوقود التابعة لشركة الغاز غربي قرية الزارة بتل كلخ، ما أدى لاندلاع النيران في أحد الخزانات، حيث سارعت وحدة من الدفاع المدني لإخماد الحريق بالرغم من تعرض سيارات الإطفاء لمحاولات القنص المستمرة من مزارع الزارة، لكنهم في النهاية تمكنوا من السيطرة على النيران وإطفائها. 13/7/2013 تعرضت المحطة إلى هجوم من قبل مسلحين، وتم استهداف الخزان رقم الخزان 1003 الممتلئ بكمية حوالي 700 متر مكعب من المازوت، تم استهدافه بقذيفتين هاون، وتم بناء عليه تم إشعال الخزان وطلب مساعدة من أفواج الإطفاء في حمص وطرطوس، وتمت المؤازرة، تم السيطرة على الحريق بحدود الساعة 12 ليلا. وقامت وحدات من الجيش العربي السوري بتطويق المنشأة والتصدي لمحاولات المجموعات الإرهابية المسلحة التسلل إلى المنطقة وردتهم على أعقابهم. أدى أطلاق قذائف هاون من منطقة الزارع قرية الزارع باتجاه محطة الغاز بمنطقة الزارع، أدى إلى اشتعال خصاء من الوقود، ونحن كعناصر جيش قمنا بحصار المنطقة من وجود عدم وجود إرهابي حتى أتت عناصر الإطفاء وأطفت الحريق وأدى الحريق إلى خسائر مادية، ونحن كعناصر جيش لن نسمح بهذا العمل من جديد، وسنحمي أي منشأة تابعة للجيش العربي السوري والدولة السورية
قامت مجموعة مسلحة من جبهة النصرة بالاعتداء على محطة الوقود، وقام الجيش العربي السوري وعناصر حماية المحطة بالتصدي إلى هذه المجموعات، وقامت المجموعات بضرب قذائف من الهاون مما أدى إلى إصابة أحد خزانات الوقود. سيبقى الجيش العربي السوري الحصن المنيع لحماية الوطن وحماية منشآته الاقتصادية على كل التراب السوري. في لبنان، ضبطت قوى الجيش اللبناني المنتشرة في منطقة عرسال سيارة شاحنة صغيرة محملة بالأسلحة الخفيفة والذخيرة والقنابل. قيادة الجيش أكدت في بيان لها أن السيارة محملة بكمية من الأسلحة والذخائر الحربية الخفيفة والرمانات اليدوية ومجموعة من الصواعق وأدوات تفجير عبوات عن بعد، إضافة إلى كمية من الألبسة الخاصة، مشيرة إلى توقيف عدد من الأشخاص الآخرين على صلة بالموضوع. في سياق متصل، أكدت مصادر أمنية لبنانية أن الجيش اللبناني أوقف 5 من عناصر جبهة النصرة الإرهابية، هم سوريان وفلسطينيان ولبناني، على طريق عام مقنب علبك في البقاع اللبناني. في العراق، أحبطت قوات حرس الحدود محاولة تهريب أسلحة من العراق إلى سوريا، بينها 11 صاروخا مضادا للدبابات، فيما شنت القوات الأمنية المشتركة عمليتين استباقيتين ضد أوكار القاعدة واعتقلت 23 إرهابيا بينهم 2 من أخطر متزعمي التنظيم الإرهابي. في عمليتين نوعيتين أحبطت قوات حرس الحدود العراقية محاولتي تهريب أسلحة من العراق إلى سوريا وتهريب ماشية من سوريا إلى العراق، فقد ضبطت قيادة عمليات الجزيرة والبادية شاحنة محملة ب11 صاروخا ضد الدبابات و23 قنبرة هاون و20 قاذفة و150 صاعقة تفجير معدة للتهريب إلى العصابات الإرهابية في سوريا من منطقة مكر الذيب الواقعة على الحدود بين البلدين. وتمكنت قوة من لواء حرس الحدود الخامس من إحباط 4 محاولات لتهريب أغنام من الأراضي السورية إلى العراق والاستيلاء على 4 شاحنات و65 رأس غنم وإلقاء القبض على أحد المهربين، فيما لاد 3 آخرون بالفرار إلى جوف الصحراء. وفي سلسلة عمليات استباقية في جنوب بغداد ومدينة بعقوبة وقرى الإمام والمشهد في قضاء الشرقاط، تمكنت قيادة الفرقة 17 وقوات أمنية مشتركة من اعتقال 23 إرهابيا بينهم 2 من أخطر متزعمي تنظيم القاعدة وما يسمى بدولة العراق الإسلامية. ويجب أن يكون هنالك وقفة مجتمعية، وقفة للمواطن العراقي مع القوات الأمنية حتى نساند القوات الأمنية من أجل بسط الأمن والسلام. لذلك أنه اليوم إحنا لازلنا نبحث عن كثير من القضايا لأنه ننطلق من خلالها إلى بناء المنظومة العسكرية العراقية على أسس علمية تكنولوجية حديثة، نحاول من خلالها أن يكون الجيش العراقي يضاهي جيوش العالم سواء أنه دول الجوار أو غيرها. وفي كركوك، تعرض سائقا شاحنتي نقل إلى اختطاف على يد مجموعة مسلحة نصبت حاجزا وهميا على الطريق العام بين منطقتي المهدية والدقمات واقتادتهما إلى جهة مجهولة. نادي العبيدي، التلفزيون العربي السوري، بغداد،